السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم معنا النهاردة في درس جديد من دروس الأدب العربي. نتكلم مع بعض النهاردة عن الدولة الأموية والأدب في العصر الأموي. نبتدي بإغراض الشعر في العصر الأموي. أول سؤال يقابلنا: بدأ العصر الأموي من سنة نقط إلى سنة نقط. نتذكر مع بعض والسنة اللي فاتت لما أخذنا العصر الأموي، هنتذكر أن بدأ العصر الأموي من سنة 41 هجريا، وده كان بمقتل الإمام علي بن أبي طالب، وساعتها تولى معاوية مقاليد الأمور في الدولة الإسلامية. استمر العصر الأموي من سنة 41 هجريا إلى سنة 132 هجريا، وساعتها قامت الدولة العباسية. طيب، أذكر أغراض الشعر في العصر الأموي. أغراض الشعر في العصر الأموي يا أولاد ما اختلفتش كتير عنه في العصر الإسلامي والعصر الجاهلي. فنلاقي عندنا المدح، كمان الهجاء، السياسة، أربعة الغزل بنوعيه سواء غزل صريح أو غزل عفيف، خمسة اللهو، ستة الزهد، وسبعة وصف الطبيعة، وثمانية النصح والإرشاد. دي كده الأغراض اللي كانت منتشرة معانا في العصر الأموي. سؤال مهم قوي: علام يركز شعر النصح والإرشاد في العصر الأموي. بيركز على رقم واحد: عدم الانغماس في متع الحياة ونعيمها الزائل. عدم الانغماس في متع الحياة ونعيمها الزائل. رقم اثنين: بيحث على التقوى والعمل الصالح. رقم ثلاثة: يدعو إلى التقشف والفرار إلى الله من الدنيا ونعيمها ومتاعها. أربعة: يذكر الموت وأنه على كل إنسان أن يعد العدة للرحيل. خمسة: الدعوة إلى الرضا بقضاء الله. ده كان الشعر في العصر الأموي. الخطابة في العصر الأموي. الخطابة في العصر الأموي ظهرت ازدهار كبير جدا، فنيجي نقول أعلل ظهرت الخطابة في العصر الأموي بسبب: واحد، تأييد الحاكم. اثنين، الصراعات الحزبية. ثلاثة، الفتوح الإسلامية. وأربعة، المناسبات الاجتماعية. ده كانت أسباب ازدهار الخطابة في العصر الأموي. سؤال: ما ألوان الخطب في العصر الأموي؟ ما أنواع الخطب في العصر الأموي؟ تنوعت الخطب في العصر الأموي، فكان في منها سياسية، في منها اجتماعية، كمان دينية وحفلية. إيه هي الخطب الحفلية يا أولاد؟ الخطب الحفلية دي اللي كانت بتلقى في حفلات الزواج والأفراح، المناسبات اليومية، وفي الأعياد والمواسم. السؤال الثاني اللي معانا النهاردة: ما الخصائص الفنية للخطابة في العصر الأموي؟ خلي بالنا ان السؤال ده ممكن يجي تحتيه أسئلة فرعية كتير جدا. من حيث الموضوعات، ظهرت موضوعات جديدة مثل الإشادة بمحاسن الأحزاب والفرق. من حيث الألفاظ، اتسمت بالسهولة والبعد عن الغموض وملائمتها للمعاني. من حيث الأساليب، تنوعت الأساليب بين الخبري والإنشائي. علل، مش احنا اتفقنا ان ممكن يجيب لي أسئلة تحت الأسئلة؟ علل لجذب انتباه السامع وللإقناع. من حيث الخيال، قل الخيال. ليه؟ علل، لأن الخطب تعتمد على المعاني المباشرة التي يسهل فهمها. من حيث المحسنات، الحرص على استخدامها وخاصة السجع. علل، وذلك لتوفير نغمة موسيقية تطرب النفس. وبكده نكون انتهينا النهاردة من الدرس بتاعنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.